في زيارة مقبلة للأمين العام إلى الجزائر في خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله، برضو ل يعني بحث القمة والتحضير لها، فإن شاء الله الأمور طيبة في هذا المجال. الوضع الجزائري المغربي له خصوصية كبيرة ومعروفة وإحنا مدركينها، ويعني ما فيش تدخل على هذا الخط مع الأشقاء في الدولتين إلا لما يكون في يعني شيء مطلوب ما، وفي هذه الحالة بيتم، لكن بشكل عام يعني الوضع فيما بينهم هو يعني دائما كل صعود وهبوط فيه يعني بيبقى محكوم بالعلاقة الثنائية. إن شاء الله نتمنى أنها يعني تكون دائما إلى صعود وليس إلى هبوط. يعني هذا الموضوع سبق أن احنا ردنا عليه في لقاءات عديدة، وقلنا يعني يمكن أكثر من مرة أن الملف السوري وعودة سوريا هو ملف يحتاج إلى شكل من أشكال التوافق العربي. هذا الموضوع سوف يكون من الصعب أنه يتم إذا غاب عنه التوافق العربي. تسألني إذا تقديري أن هذا التوافق موجود الآن في هذه اللحظة، أقول لك في هذه اللحظة أعتقد أنه ليس متاحا بعد. هل الأمور ممكن أن تتغير؟ طبعا ممكن، طبعا ممكن، إنما في اللحظة دي إحنا لم نصل إلى هذه النقطة التي تمكننا أن إحنا نقول أن هذا الموضوع خلاص حسم مثلا إيجابا، أو حتى لا مش سلبا، ما هو سلبا يعني معناها استمرار الوضع الحالي يعني. فإحنا في انتظار أن يحصل توافق عربي، ونتابع دايما مع الدول المعنية، في بعض الدول المعنية أكتر من غيرها بالملف، العلاقات والسلام في سوريا والوضع السياسي وجهود المبعوث الدولي، كل ده بيتم متابعته، وإن شاء الله يعني نصل إلى النقطة التي نريد أن نصل إليها، ويكون لمصلحة الأمة العربية جميعا. طبعا احنا بنتابع الجهد اللي بتقوم به دولة الإمارات وفي مختلف المجالات بصراحة، ويعني القرارات اللي اتخذت مؤخرا في الأعوام الأخيرة طبعا من المفيد ان يبقى في لأي قرار انعكاس إيجابي على جامعة الدول العربية. احنا منظورنا جامعة الدول العربية، وبالتالي تأييد دولة الإمارات للمواقف اللي بتتبناها الجامعة هو قوة للجامعة، وبالتالي كل ما من شأنه انه يدعم عمل الجامعة او يدعم المواقف التي تعبر عنها الجامعة احنا بنعتبره شيء طبعا في غاية الأهمية، ونرحب به ويعني نتلقفه بكل اهتمام. بشكل عام أستطيع أن أقول لك أن دولة الإمارات هي دولة داعمة لجامعة الدول العربية، وما في مرة يعني طلب منهم شيء أو حتى أحيانا بدون طلب في مبادرة إلا بيكونوا يعني حاضرين ومؤيدين، وهذا يعني أمر طبعا مريح للجامعة، ويعني ياريت كل الدول بتتعامل بهذه الذهنية والعقلية إنها بتؤيد المؤسسة العربية الأم بهذا الشكل يعني. لا، الجامعة العربية دورها في الموضوع اليمني ليس دورا يمكن وصفه بالمحوري. هذا الدور المحوري منوط بالأمم المتحدة، لأن في قرارات مجلس أمن في هذا الصدد، وفي مبعوث دولي أممي في لليمن،
هو المكلف بهذا الملف. دورنا كمنظمة إقليمية أن احنا نساعده في أداء مهامه، نساعد الشرعية في أنها تثبت أقدامها في اليمن، ونساعد التحالف في أنه هو يساند الشرعية، ويعني نثني الذين قاموا بالانقلاب والانقلاب على الشرعية عن يعني مسيرتهم، ونحاول استعادتهم للمسار الذي يتفق مع مصلحة اليمن الموحد. المسألة ممكن انها تبدو كتحدي كبير، وهو فعلا تحدي كبير، انما جامعة الدول العربية في اللحظة الحالية، ولانها يعني لم تكن طرفا اساسيا من البداية، فهي بتدعم التوجه الدولي. في دور لمجلس التعاون الخليجي ايضا كان واضح في الدعوة اللي حصلت في الرياض في أمانة المجلس للمحادثات، حتى لو ما حضرهاش الحوثي. فالمنظمات الإقليمية حقيقة، سواء الجامعة الدول العربية كمنظمة أم، مجلس التعاون الخليجي كمنظمة تخص المنطقة في الخليج، إنهم يدعموا الجهد الدولي بشكل أساسي، ويسعوا إلى أنه يحققوا الاستقرار المطلوب في اليمن رغم صعوبة ذلك، ويحاولوا ان هم يستعيدوا الحوار المفتقد بالكامل ما بين كل من يمثل الشرعية في جانب، ومن يمثل الجانب الخاص بالحوثيين.